إن الله قال في القرآن عند السنة وإنك لعلى خلق عظيم، ويقصد النبي فكيف يكون، فكيف عبس في وجه عبد الله بن أمي مكتوم؟ إذا القصة خاطئة فبما أرد؟ لا، الآن لو قلنا إن عبس وتولى يعني تنافي كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح أبدا، لأن العبوس حركة الوجه، العبوس في الوجه، وعبد الله بن مكتوم أعمى، فلم يتأثر من هذا أصلا، يعني لم يتأذى عبد الله بن أم مكتوم من عبوس النبي صلى الله عليه وسلم وضيقه، بالعكس من كريم أخلاقه أنه لم يظهر له ضيقه صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يذهب إلى بعض كبراء قريش يدعوهم إلى الله تبارك ويرجو إسلامهم لينفع الله الدين بهم. طيب، فجاء عبد الله بن مكتوم يسأله، لكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقف له وسمع منه وهو متضايق، لكنه لم يظهر له هذا الضيق وهو أعمى، كونه عبس في وجهه لم يرى العبوس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هنا إنه ناله شيء من سوء خلق النبي أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من كريم أخلاقه أنه ما تلفظ له بكلمة ولا قال له شيئا يزعجه، ولذلك ابن مكتوم سأل ثم انصرف مطمئن النفس مرتاح البال سمع ما يرضيه، ولكن الله تبارك وتعالى يقول حتى هذا الذي وقع منك لا أريده، ومنه الحديث أدبني ربي فأحسن تأديب، وإن كان الحديث باطلا لكن معناه صحيح أن الله هو الذي رباه سبحانه وتعالى، ولذلك الله تبارك لما يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات عفى الله عنك لما أذنت لهم، هم يقولون هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان هو الذي عبس وتولى. طيب دعونا ننظر، هل الآيات نزلت في عثمان ولا لا؟ ماذا يقول الله في أولها؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. معناها الناس إذا رأت الدين رأت الخير تروح حق عثمان ما تروح حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم جعلوا عثمان هو الذي يقصد، من يريد الزكاة من يريد الدين من يريد العلم يذهب إلى عثمان ولا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيذمونه بذلك، وإنما هذا نقول أبدا هي في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ثبت في صحيح مسلم. نعم.